لك الله يسعد لي اوقاتك يا رب. واوقاتك ابو فادي خير ان شاء الله؟ صار شيء جديد؟ لا لا ما في اي شيء، بس كنا عم نعمل جوله كالعاده يعني بالحاره، بتعرفي نحن جولاتنا الامنيه مستمره دائما، فقلب امرؤ بتطمن عليك. لك تطمن عليك العافيه. بصراحه ابو فادي يعني انت جياتك غلت لي قلبي، وغوشتني، حاسه في شيء وما عم ترضى تقول لي اياه. لا لا تتوغوش بنو، انا والشباب مثل العاده عم نعمل دورياتنا مشان يضل الامن مستتب. لك الله يسلمكم ويحميكم انت ورجالك، لك انتو تاج راسنا وحمايه هالبلد. تسلمي لي يا رب. بما انه نحن بخدمه الشعب اماني، اي شيء بتحتاجيه نحن بخدمتك. لا والله لا والله ما بدي غير سلامه قلبك. قولي لي حدا زعجك؟ في عندك شي معاملة بدائرة حكومية معصلجي؟ لا تستحي يا بنوب. يوه لا والله مالي خجلانة منك، ما عندي شي بنوب بنوب، الحمد لله كتر خير الله، مستورة. المي جاية ولا مقطوعة؟ المي؟ يوه لا جاية، بس ليش عم تسأل؟ لأنه إذا ما عندك مي مشان نجيب صهري يجي عبي لك الخزانات، أهم شي المي. لا الحمد لله اجت المي بالليل على الخزان وسمعته تعبى، يسلم ايديك يا رب. بعدين اليوم معنا لا غسيل ولا جلي، ما عندنا شيء، المي بالخزان معباي. كهرباء؟ لازمك كهرباء. كهرباء قصدي يعني انه متخط كهرباء مشان قصص التقنين ترتاحي منها. وليه على قامتي يا ابو فادي على الحكي؟ بدك يعني نسرق كهرباء؟ الله يسامحك يا سيدي، هي مو سرقه، هي هديه صغيره. على كل انا كان بدي راحتك يعني، انا ادري الحنكه تبعك يعني والعطيه، بس بصراحه بخاف تطير، يجي واحد غيرك يدق فيني لانه كان بيكرهك. لا دخيلك ما بدي فوت بهالمعمعك، الا الله يرضى عليك. شكرا كثير، ما بدي غير سلامتك. طيب سؤال ثاني، انتوا لازم تخلوا خالتكم توافق، العريس ما بيتفوق. هيك قلتك ام طارق؟ لك مثل ما عم قلكم، العريس رح يقلبكم حياتكم ورح تصيروا فوق الريح. ايه بس نحن مو معقول نكون مستحجين كرمال المصاري. لا حبيبتي مو بس كرمال المصاري، كرمال خالتكم ترتاح، ولا بدكم اياها تضل معذبه كل عمرها كرمالكم؟ انا ما رح ارتاح غير اذا بيبي هيك وافقت على العريس. يا عيني عليكي يا عيني، شو هالكلام الحلو حبيباتي؟ طاقه القدر انفتحت لكم. شو يا بنات قرروا شو؟ انا موافقه. وانتي موافقه؟ وانا كمان موافقه. والله العظيم ما بدي شيء، وحياه الرب مو لازمني اي شيء، الحمد لله عندي كل شيء. الله يوفقك ابو فادي، والله عندي ضيوف. فهمت عليك فهمت، ما راح طول عليك. بس بس شو؟ اماني وجبال ما حملتها للأمانة، إذا بتعتازي أي شيء ما مطلوب منك ترفعي السماعة بتدقي أبو فادي بتقري خلقت عندكم. إن شاء الله ما بنعتازك إلا بالأفراح يا أبو فادي، فضلت كتر خيرك. والله يعني ما في غيرك عم تسأل علينا، شكراً كثير. إذا اعتزت شيء بحاكي. شكراً عن إذنك. قاطرك الله معك. يلا يا أبني.